وقد ترأس محكمتنا الدستورية العليا 18 قاضياً دستورياً من أنبغ العقليات القانونية، مستكملاً عطاءهم معالي المستشار الجليل بوليس فهم اسكندر الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، وأدعو سيادته لإلقاء كلمته، فليتفضل سيادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المقام الرفيع، المرحب بكم، الحضور الكريم، المدعوون إلى مؤتمرنا، أستهل كلمتي إليكم بأن أذكر نفسي وإياكم بأنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفى بها، ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر في 18 من يناير سنة 2014 أحد هذه الأيام. وإنه لا يعزب عن نظر أن الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه، فصارت إرادة الشعب أمراً مقضياً تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضائها، وتتخذه نبراساً لأحكامها، وتعمل على إدراك التوازن بين نصوص الدستور لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه. فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تباشر اختصاصاتها التي كفلها الدستور منضبطة في ممارستها بالحدود التي انتظمها باب سيادة القانون. وعطفاً على ما تقدم، فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستورية وتعميق مبادئ الدولة القانونية ودعمها لإعلام الداخل والخارج باستواء الدولة المصرية على مدارج الشرعية الدستورية، أثره الأكيد في إلهام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بأن تفوضني لأحدثكم حديثاً موثقاً عن تفعيل وإنفاذ وأحكام وقرارات هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة التي تقبل دوماً تطويراً وتعديلاً يتوافق مع اعتبارها وثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطن معاً. وفي سياق متصل، فإن نزجي أفضل عبارات الشكر وعظيم كلمات التقدير لرؤساء هذه المحكمة وجميع أعضائها ممن اكتمل عطاؤهم، أولئك الذين سطروا بوجدانهم أحكاماً وقراراتاً تتماهى مع المبادئ المستحدثة في دستور سنة 2014. وإذ أخص بالشكر السادة رؤساء المحكمة السابقين الذين تولوا المسؤولية في ظل العمل بالدستور القائم، المستشارين الأجلاء عدلي منصور وعبد الوهاب عبد الرازق ودكتور حنفي جبالي والمغفور له سعيد مرعي،
مذكورين بحسب ترتيب رئاستهم للمحكمة، فإن شكري مخاطب به جزماً ويقيناً. جميع السادة المستشارين أعضاء المحكمة الذين شاركوهم إصدار الأحكام والقرارات التي أنفذت المبادئ الدستورية المستحدثة. السيدات والسادة الحضور الكريم، إن المحكمة الدستورية العليا لا تعرض نصوص الدستور مجردة عن رقابتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ومن ثم فإن قضاء هذه المحكمة في شأن المبادئ الدستورية المستحدثة سيقتصر بالضرورة على ما عرض منها على المحكمة ولا يمتد إلى ما لم يعرض عليها بعد. هذا وقد استخلصت المحكمة من الأحكام الدستورية المستحدثة عدة مبادئ أعملتها على الدعاوى والطلبات المعروضة عليها، نعرض منها 20 مبدأً في إشارة موجزة لكل منها على النحو الآتي بيانه. أولاً، الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها. نصت على هذا المبدأ المادة 5 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوة المحالة طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى 20 من يناير سنة 2016. وقد تساندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملاً تشريعياً يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملائمة إصدار التشريع وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه. ومن ثم تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستورياً في مواجهة تشريع بذاته كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات. ثانياً، المساواة بين المرأة والرجل في تولي الوظائف العامة. أبانت هذا المبدأ المادة 11 من الدستور، وعلى ضوئه قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على دستورية النص المنظم لتشكيل محكمة الأسرة فيما تضمنه من أن يكون أحد الخبيرين المعينين بتشكيل محكمة الأسرة على الأقل من النساء. وتأسس قضاء هذه المحكمة على سند من أن النص المطعون فيه شيد على قاعدة موضوعية مؤداها أن منازعات الأسرة تدور في غالبها الأعم حول النساء والأطفال، فيكون تمثيل المرأة كخبير في تشكيل المحكمة التي تنظر تلك الدعاوى قائماً على أسس مبررة توخى بها المشرع تحقيق مصلحة مشروعة بما يكون له سند من النص الدستوري المار بيانه. ثالثاً، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة. قررت هذا المبدأ المادة 14 من الدستور، وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين في الجهة التي يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها. وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص التعيين يتضمن تمييزاً تحكمياً لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسري
لا يمثل مزية استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية في شغل الوظائف العامة التي لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة ودون محاباة. رابعاً، تكريم شهداء الوطن. انتظمت هذا المبدأ المادة 16 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة بعدم دستورية نص تشريعي يحظر جمع الأم بين المعاش المستحق لها عن وفاة ابنها الشهيد أثناء أدائه الخدمة العسكرية والمعاش المستحق لها عن زوجها. وتساند قضاء المحكمة إلى أن النص الطعين قد انطوى على إخلال بالالتزام الدستوري بتكريم شهداء الوطن. خامساً، توفير المناخ الجاذب للاستثمار. نصت على هذا المبدأ المادة 28 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وتساندت المحكمة في قضائها إلى أن الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية يتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجية للدولة وللقطاع الخاص، بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وليس لازماً أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها بادياً أو كانت الأموال المستثمرة فيها لا تغل عائداً مجزياً أو كان ممكناً إعادة تشغيلها تحت يد القطاع الخاص لتحقق عائداً أفضل. فكلما رأت الدولة مصلحة عامة في ذلك فلا مخالفة لنصوص الدستور حين تتوجه الدولة لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص. ولهذه الاعتبارات فإن التشريع المطعون عليه المنظم لضوابط التقاضي بشأن عقود الدولة إنما يهدف إلى إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة وحماية الاستثمار، ويكون بهذه المثابة موافقاً للالتزام الدستوري بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. سادساً، تحفيز القطاع الخاص. انتظمت هذا المبدأ المادة 36 من الدستور، وبناءً على هذا المبدأ قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على دستورية التشريع يلزم المنشآت الخاضعة لأحكامه بسداد نسبة 1% من صافي أرباحها لصالح صندوق تمويل تدريب وتأهيل العاملين بالقطاع الخاص. وتساندت المحكمة في قضائها أن تحقيق العدل المنصوص عليه في المادة 4 من الدستور في مجال علاقات العمل والنشاط الاقتصادي يتطلب مشاركة حقيقية من جانب أصحاب الأعمال للارتقاء بالمستوى الفني للعاملين لديهم وتأهيلهم، بما يدفع بعجلة العمل إلى الأمام وينعكس أثره بالضرورة على جودة الإنتاج والخدمات التي تقدمها منشآت القطاع الخاص، ويسهم بالتالي في تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية، بما يؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني الذي حرص الدستور على توكيده. سابعاً، حماية الكرامة الإنسانية. أوضحت هذا المبدأ المادة 51 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بعدم دستورية النصوص الجزائية التي تفترض قيام قرينة قانونية يكلف المتهم بنفيها خلافاً لأصل البراءة المعدود من الحقوق الطبيعية أو التي تصاحب الإنسان منذ وجوده ولا تنفصل عنه إلا بحكم بات بالإدانة، بما يستوجب إقامة سلطة الاتهام الدليل القاطع على ما ينقض هذا الأصل الذي حرم الدستور تعطيله أو الانتقاص منه باعتباره حقاً يرتبط بالكرامة الإنسانية. ثامناً،
التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسؤولية الجنائية. نصت على هذا المبدأ المادة 54 من الدستور، وفي ضوئه قضت المحكمة بعدم دستورية حرمان الموظف الذي يحبس احتياطياً من نصف أجره عن مدة حبسه في مجال سريانه على حالات انتفاء المسؤولية الجنائية بحكم بات أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه. وتساندت المحكمة في قضائها إلى عدم دستورية نص تشريعي بقانون الخدمة المدنية يحرم المخاطبين به من استيداء نصف الأجر الوظيفي المحروم منه الموظف خلال مدة حبسه الاحتياطي، فيما لو انتفت مسؤوليته الجنائية بصورة نهائية عن الوقائع التي حبس عنها، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره بمثابة تعويض عما لحقه من خسارة إنفاذاً للالتزام الدستوري الوارد في المادة 54 من الدستور. تاسعاً، حماية الملكية الفكرية. قررت هذا المبدأ المادة 69 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعناً على تشريع يقرر منح اتحاد الكتاب الذي يعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية نسبة من حصيلة التصرف في الإنتاج الفكري الذي سقط عنه حق المؤلف. وقد أسست المحكمة قضاءها على أن النص المطعون فيه يستهدف توفير مورد يكفل للاتحاد القيام بالمهام الملقاة عليه وتقديم الخدمات المنوطة به في مجال الإنتاج الفكري ذات الطابع الأدبي بما يلتئم مع موجبات حماية الملكية الفكرية. عاشراً، الحق في التظاهر. نصت على هذا المبدأ المادة 73 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بعدم دستورية نصين تشريعيين فيما تضمناه من تنظيم للإخطار بالتظاهر يمنح وزير الداخلية أو مدير الأمن سلطة منع التظاهرة السلمية أو نقلها أو إرجائها. وقد تساندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك التنظيم إنما يتحول معه الإخطار إلى إذن يوقع التشريع في حمأة المخالفة الدستورية ويقيد الحق في التظاهر السلمي بقيود تنال من جوهره وتناقض طبيعته. 11، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. أبانت هذا المبدأ المادة 75 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يخول وزير التضامن الاجتماعي أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتساندت المحكمة في قضائها إلى أن التشريع المقضي بعدم دستوريته الذي أدركه الدستور القائم يسلط جهة الإدارة على هيئات ومؤسسات المجتمع المدني على نحو يعوق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بما يقوض نشاطها ويتصادم مع الالتزام الدستوري بالحق في تكوينها على أساس ديمقراطي. 12، رعاية الدولة للشباب والنشأ. قررت هذا المبدأ المادة 82 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بصحة تشريع يعفي الهيئات الرياضية من مقابل استهلاك المياه على سند من أن عدم استقطاع جزء من الموارد المالية للهيئات القضائية وبقائها مخصصة لمزاولة أنشطتها المتصلة بالمصلحة العامة والتي تعد رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم المختلفة وكفالة ممارسة الرياضة لجميع المواطنين أحد أوجهها الحيوية، وصف ذلك التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بما يكون معه التشريع المطعون فيه قد جاء متوافقاً مع الأغراض والأهداف التي رصدها المشرع له والتي أنبتها الالتزام الدستوري ب
برعاية الدولة للشباب والنشأ. ثالث عشر، رعاية مصالح المصريين في الخارج. انتظمت هذا المبدأ المادة 88 من الدستور، وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع يمنع مزدوج الجنسية من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك على سند من أن الدستور أورد الشروط الجوهرية المتطلبة في طالب الترشح لمجلس النواب، فلا يجوز للمشرع العادي الخروج عليها سواء بتقييدها أو الانتقاص منها بما يهددها أو يفرغها من مضمونها. ومن بين هذه الشروط حمل الجنسية المصرية، وذلك على نحو مطلق من أي قيد أو شرط، خلافاً لشروط ترشح رئيس الجمهورية أو من يعين رئيساً لمجلس الوزراء. وإذ أضاف التشريع المطعون عليه قيداً أو شرطاً بالانفراد بالجنسية المصرية، فأنه يكون قد خالف النص الدستوري في شأن التزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتمكينهم من أداء واجباتهم نحو الدولة والمجتمع. رابع عشر، حريات المواطنين وحقوقهم لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. أوضحت هذا المبدأ المادة 92 من الدستور، وعلى هديه قضت المحكمة بعدم دستورية الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية بغرض استعمالها في غير غرض السكنة، وذلك استناداً إلى أن التشريع المذكور سلب حق المؤجر في طلب إخلاء الأعيان المؤجرة لغير غرض السكنة لتصير يد المستأجر على العين مؤبدة باقية مدة بقاء الشخص الاعتباري عاماً كان أم خاصاً. وبالتالي فإن هذا التشريع يكون قد انتقص من أحد عناصر حق الملكية الخاصة بما فرضه من قيود تنال من جوهره حال كونه من الحقوق اللصيقة بشخص المواطن التي لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. خامس عشر، التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. نصت على هذا المبدأ المادة 93 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة برفض الطعن على دستورية مادتين في قانون العمل أوجبت اللجوء ابتداءً إلى طريق المفاوضة الجماعية في منازعات العمل الجماعية. وقد تسندت المحكمة في قضائها إلى اتفاق النصين المطعون عليهما مع المبادئ الكلية التي تضمنتها اتفاقيات العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص الاتفاقيات التي انضمت إليها وصدقت عليها جمهورية مصر العربية. سادس عشر، ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية. أوضحت هذا المبدأ المادة السادسة والخمسون بعد المائة من الدستور، وفي ضوئه حددت المحكمة مفهوم حالة الضرورة التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بالقوانين إذا كان مجلس النواب غير قائم، فقالت بوجوب تلبيتها للاحتياجات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأساسية، وحددت الطبيعة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين، فقالت أنها تلازمها شرعية دستورية مؤقتة حتى تخضع لرقابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد وبالإجراءات المقررة في النص الدستوري المشار إليه، ولا يحول إقرارها من مجلس النواب دون خضوعها لرقابة قضائية تباشرها المحكمة الدستورية العليا تشمل الأحكام الشكلية والموضوعية لتلك القرارات بالقوانين، وذلك إنفاذاً للالتزام الدستوري بالتوازن بين سلطات الحكم في البلاد. سابع عشر، اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية.
قررت هذا المبدأ المادة 90 بعد 100 من الدستور، وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بعدم دستورية نصوص بقانوني الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل فيما تضمنته من عقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالفصل في الطعون التي تقام من الممولين على قرارات لجان الطعن الضريبي، باعتبار أن هذه الطعون تدخل في عداد المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بالفصل فيها دون غيره. 18، الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا. قررت هذا المبدأ المادة 95 بعد 100 من الدستور، وتعرضت المحكمة ومنازعات التنفيذ، فعرفتها أنها تلحق نطاقا بما قد تتضمنه هذه الأحكام من تقريرات دستورية تعرض لنصوص بذاتها من الوثيقة الدستورية لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي، ومؤدية لزوما إلى الفصل في موضوعه، بما يعكس بيان هذه المحكمة لمؤدى تلك النصوص الدستورية وإفصاحها عن دلالاتها، فيكون إلزامها للكافة ولجميع سلطات الدولة بما أقرته في شأنها من مفاهيم متعينا، ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ التي يثبت لقضاء المحكمة فيها قوة الأمر المقضي فيه فتلحق بمنطوقها والأسباب المرتبطة به ارتباطا حتميا قبل أطراف خصومة الموضوع وفي مواجهة جميع المخاطبين بتنفيذه وإعمال آثاره دون غيرهم. 19، مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة. نصت على هذا المبدأ المادة 98 بعد 100 من الدستور، وعلى هذه قضت المحكمة برفض الدعوة المقامة طعنا على تشريع في قانون المحاماة لا يجيز قبول صحف الدعاوى أمام محكمة الاستئناف وما يعادلها من درجات التقاضي إلا إذا كان موقعا عليها من محام وإلا حكم ببطلان الصحيفة. وأسست المحكمة قضاءها على أن التشريع المطعون فيه إنما يتوخى للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال إقامتها من محام يكون مهيئا لإعداد صحيفتها، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييدا لحق التقاضي، بل تنظيما لكليهما أوجبه إعمال النص الدستوري المار بيانه. أخيرا، 20، ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ. نصت على هذا المبدأ المادة 27 بعد 200 من الدستور، وفي إطاره قضت المحكمة بعدم دستورية تشريع لم ينشر في الجريدة الرسمية وعمل به في ظل الإعلان الدستوري الصادر في فبراير سنة 2011، واستمر العمل به حتى أدركه دستور سنة 2014. وتساندت المحكمة في قضائها إلى أنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد محلاً للتعطيل، لأنها أحكام وإن خلا من بعضها الإعلان الدستوري المار ذكره إلا أنها تندمج بالضرورة مع سائر أحكام الدستور القائم بما في ذلك ما ورد منها بالديباجة، وذلك في وحدة عضوية متماسكة، اعتبارا بأن هذه الحقوق والحريات تتأبى على الوقف وتستعصي على التعطيل. شكرا لحضراتكم على حسن الإصغاء.